بعد حادثة صيدلية باب الزوار، كشف المستور وتحرك الخوف في نفوس باقي الصيادلة. اعترافات بالتعرض لحوادث مشابهة، أقل ضرراً لكن ليست أقل خطورة، ويمكن أن تؤدي إلى نفس النتائج أو ربما أكثر. نيماجين كو فيلم ماشي حاجة فريمون صرات، أون بليس داخل فارماسي. ما حاجة الأولى كاين الأمن. أنا كنشوف هكذاك السيوف أيتو سامي فريمون، قعدنا مخلوعين، نقعدوا نستناو تصرى لنا في أي دقيقة. يعني واحد ما حش يقدر يخدم فريمون ترونكيلمون هكذا قاعد الاز. كيما سكت الكوليك قال لي قادرين يضربوهم، قلت له محال، تشوف ديجا واحد رافت السيف وجاي لعندك خلاص تستسلم، ما تقدر دير والو. با اون با سي دو برودوي اون بو با لور سيربيان اني دو لي 5 بواتي جو ريسوا 200 مالاد لي من سيربي ولي سيربو لي يقولوا روحوا عندو، يجي الاخر يقول كان عطيت له ما عطيتليش، وروح قول لهم فهموا بلي كوم كوم ما عندكش، ما حبيتش تبيع له، ما حبيتش تبيع لي وحقرتني، وانا دراهمي اللي خدمت باش جبتهم، وانا واش دير لي هكذا، وانا راني مريض، وانا هكذا سجل، وانا كان عندي دواء هو مريض، وانا راني هنا باش نبيعو، علاه نخبيه؟ واش ندير به كي نخبيه؟ تصرفات غير مسؤولة على أرض الواقع، ضحيتها صيدلي يؤدي مهنته بكل نزاهة، وسببها مدمن مهلوسات يبحث عن جرعة مخدر. جا 8 دو ماتان دوموند سورينغ دانسولين، على بالك فريمون ماشي بيكيو بيهم. جا 8 دو ماتان كان شوية الكالم، اوني كو دو في لو كونتوار، قلنا له ما كانش هضر معاه جونتيمون، الوغ بدا يعيط، بدا يهضر نامبورت كوا. لقاهم بعدا بالي قدامه كانت فام دي ميناج، رفد هذاك لو بالي ورماه علينا، اوغزمون شغل تخبينا وقاس لو كونتوار. مي لا بوليس حليل، لي مالاد حليل، وحنا حليل. افيريتي لا سوليسيون مانيش نشوف فيها، بس كي بوكو 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 دو مالاد سوغ سو دومين لا. حالات الإدمان على المخدرات تتزايد يوما بعد يوم، والحماية الأمنية أولوية حتمية للصيادلة، خاصة خلال الفترة المسائية.